لعبتنا الجايه طبعا الكويت يدخل بست نقاط، لكن عنده نكس لعبه واحده اليوم، وايضا راح يلعب مع برقان ايضا اللي عنده ثلاث نقاط. الفريقين اللي شاركوا في بطوله الخليج للانديه الابطال اللي اقيمت في الدوحه، فتم تاجيل بعض المباريات لهم. فاليوم راح يتلاقى الكويت وبرقان، راح نشوف معكم تقرير هذه المباراه. وفي ثاني مواجهات اليوم من الجولة الخامسة من الدوري العام لكرة اليد يلتقي حامل لقب الكويت نظيره برقان. مباراة اليوم هي قمة الجولة الخامسة، حيث يتمتع الفريقان بمستوى عال للمنافسة على لقب الدوري المحلي. الكويت بعد تحقيق أول ألقابه في هذا الموسم بالفوز ببطولة كأس السوبر يسعى للمضي قدما نحو تحقيق ثاني ألقابه المحلية والسيطرة على البطولات المحلية، والعميد الكويتاوي لديه جميع الإمكانات المتاحة لتحقيق أهدافه تحت قيادة المدرب الوطني هيثم الرشيدي. في المقابل حقق برقان فوزا مهما وصعبا في مباراة مؤجلة أمام النصر بنتيجة 32 هدفا مقابل 31 ليحقق أول انتصار له في الدوري العام. ولعب الفريق إلى الآن مبارتين فقط، حقق من خلالهما ثلاث نقاط إثر تعادل في جولة الافتتاح والانتصار في أولى مباريات المؤجلة. ولقاء اليوم من أصعب مواجهات برقان لإثبات أحقية المنافسة على اللقب المحلي. ويسعى المدرب المخضرم سعيد حجازي لإيقاف زحف الكويت نحو الحفاظ على لقبهم وتجهيز الفريق بالخطط المناسبة للحد من خطورة مفاتيح لاعب العميد وفرض أسلوب وتنظيم دفاعي قوي للخروج بنتيجة جيدة من مباراة اليوم. إذن هذا تقرير الكويت وبرقان، مباراة الكويت طبعا أيضا للحق بفرق الصدارة ومعدلة النقاط عند تأخير لعبة واحدة. كابتن وليد، الكويت وبرقان طبعا نشوف السيناريو اللي شفناه قبل شوي، احنا قلنا كفة الأفضلية حق المحترفين في نادي صليبيخات والأمور هذه المرة طافت. أرضية الملعب تعرف الأسماء للأمانة وتعرف من يعطي في اثناء اللعب او في ارضيه الملعب. اليوم كفه نادي الكويت افضل من كفه نادي برقان، ولكن هذا ما يمنع ان يكون نادي برقان ينافس في هذه المباراه. اليوم انا اشوف ايضا سميدو لاعب نادي برقان مش موجود داخل ارضيه الملعب، فاعتقد المحترف الوحيد يكون مصطفى بشير اللي في نادي برقان، ولكن نادي الكويت مكتمل العناصر موجودين، فاتوقع يعني المباراة راح تكون مايلة إلى نادي الكويت أكثر، ولكن لفرض يعني اسم النادي نادي برقان كان يقدم مستويات يعني خلال الدوري هذا قدم مستويات، ولكن في بعض المباريات كان يخسر أو يعني يفقد بعض الكرات، ولكن اليوم أتوقع راح يقدم مباراة في أول 10 دقائق بعدين راح تكون السيطرة. برقان عموما بشكل عام نتكلم أبو مشاري، أول مباراة تعادل صعوبة مع القرين، المباراة الأخيرة أيضا بصعوبة تغلب على النصر بفارق هدف، يعني للحين الفريق مو برقان الموسم الطاف. شنو آخر شيء؟ مو برقان الموسم الطاف. إذا اختلفت الأسامي عندنا الحراسة يعني اليوم على حسب تصريح طبعا أخونا خالد ملحم 17 لاعب جديد، فهذا كله تأثيره أيضا عشان بعد لاعب خاص حق. أول شيء لازم أشكرهم جزاهم الله خير ومشكورين الإخوان، يعني تعاونوا بشكل كبير مع الاتحاد وعطوا اليوم المدرب الفريق إلى المنتخب فترة طويلة، هذه تأثر فيها الفريق. صحيح، يعني هذا جزء من التأثير على الفريق. كلام صحيح عبد الله. يعني برقان بالموسم هذا يختلف عن برقان الموسم ده، يعني لو بعطيك بس اسم واحد كفاية محمد بيابس الحارس أمانة، اللي كان برقان كان يقدم مستويات طويلة، وأنا كنت ضد أنا رأيي إنه ما يروح نادي الكويت، لأن فرصته هني وبروزه طور مستواه، وخير دليل لعب البطولة المنتخب إصابة الآسيوية ما يخالف حسن صبر خلت بالبطولة الآسيوية اللي فاز الكويت المركز الثالث، إنه هذا كان من أبرز نجومها
صحيح امانه. فانا اعتقد غياب محمد، غياب محمد علي لاعب الدفاع والمهاجم، غياب كذلك الجناح اللي انتقل نادي الكويت اللي هو حسين هاني اخو المسوي، في اكثر من لاعب واجه فريق جديد في امكانياته. هذا مع العلم يعني سوميدو اعتقد فواز الشمري قبل موسمين فانا غزل هذا. فانا اعتقد اللي طلعوا من الفريق اقوى من اللي دشوا من الفريق انا برايي يعني. فانا اعتقد فريق جديد، اعتقد حتى الفرق الثانيه انا اقول لك اياها، نادي سليبخات، نادي خيطان، نادي فحيل، نادي اليرموك، من الفرق اللي مراهنين انه يفوزون عليها عشان يوصلون من السته وهو نادي برقان، نادي برقان ونادي العربي. بعض الانديه اللي موجوده قاعد تقدم عطاءات في فارق نوعا ما مستوى. فانا اعتقد مباراه اليوم حتى من خلال قاعد نشوف التسخين كان محترف سميدو مش موجود، سميدو كان مو موجود مع الفريق. انا اشوف موجود لحد الان مو مبين من شعره مو مبين. ايه ف انا اعتقد ان المباراه اعتقد صعب. لا كان موجود تو لا بس عاد موجود بس مو لابس مصاب كنا. اوكي مش عم جاهل شباب. اوكي اسمح لي بس ابو مشاري بروح حق زميلي مش على الجوار في ارضه الملعب تفضل. شكرا لزميلي عبد الله حسين واضيف محللين داخل الاستديو خالد ملحم وعلي خضر، نقول الحمد لله على السلامه تقبل طاعتك كابتن ابو خالد، تقبل طاعتك. نروح حق ابو حسين. كابتن علي شلون البطوله اللي شاركت فيها مع البرازيل، جاهزيتكم ضد نادي برقان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء مبارك الشهر حق اخواننا بالاستديو الفني ولك يا اخوي، وتجربه حلوه طبعا. انت كنت قاعد تلعب مثلا على المسرح الكبير، لعبنا مع سلوفينيا، لعبنا مع اسبانيا، لعبنا مع المنتخب البحريني القوي ومتطور وشرفنا ايضا بالبطوله هناك. كان في امل انك ناخذ البطاقه نلعب فيها مثلا نمثل فيها الكويت باولمبياد باريس، قدر الله ما شاء الفعل، فرق جول باخر ثواني الحمد لله. على كل حال نرجع مره ثانيه حق دورينا، ومثل اليوم مباراتنا الاولى جاهزين ان شاء الله. اول مباراه بشهر رمضان لان احنا نادي الكويت دائما لمي بشهر رمضان تكون المسؤوليه الاداريه عاليه على الفريق، يعني تشوف مثلا المجهود الاداري كيف طريقه انضباط اللاعبين وتوقيتهم مع رمضان. هذا صعب لنا احنا دائما، رمضان شهر واهل وزوارات يعني دائما يكون صعب. ان شاء الله المجهود الاداري كان ممتاز، الفريق التزم الفتره الاخيره، اليوم نلعب مع برقان، فرقان فريق محترم قدم بطوله خليجيه ممتازه، واليوم احنا ما ايضا مره ثانيه نلعب معاهم بالدوري وان شاء الله لنا التوفيق واحنا جاهزين للمباراه. يقول لك جاهزين من ناحيه الاداريه، برمضان يقول لك يحتاج الاداريين ومدربين اكثر من اللاعبين جاهزيه داخل الملعب. تقبل الله طاعتكم والحمد لله على السلامه اخوي علي، وخير من يمثلنا كمدربين وطنيين سواء خارج الكويت، وان شاء الله نتمنى له الخير وحنا ترى من الداعمين له، هو يدري اخوي علي بالامور هذه. بخصوص جاهزيتنا، تعرف ان الفريق ثاني مباراه لنا بالدوري كانت مع النصر، الحمد لله قدرنا نفوز، اخذنا نقطه من القرين ونقطتين من النصر. وتعرف الجاهزيه اول شيء لابد احنا جاهزين، اهل الفريق بفتره رمضان هذه صعبه لنا كمدربين، نحاول كثر ما نقدر نجهزهم ونهيئهم نفسيا وبدنيا، تعرف ظروف رمضان ظروف التعب المدربين. وان شاء الله فريق النادي الكويت فريق قوي وله كل الاحترام والتقدير، نحاول كثر ما نقدر اليوم نأدي داخل الملعب. شكرا. موفقين اجمعين. موفقين علي اجمعين ان شاء الله. نرجع لك زميلي عبد الله حسين. شكرا مشعل ومسع اخواني طبعا خالد ملحم طبعا، اقول لك كل عام بخير يا ملحم، بارك لك الشهر. ايضا حسين علي الخضر نجمنا اللي كان متواجد مع منتخب البرازيل في ملحق تصفيات اولمبياد باريس، وكان مدرب حراس المنتخب البرازيلي، وحراسنا دائما حسين بالكارد لك ما عليه، ضاعت المباراه ولا كان ممكن يكونوا موجودين اليوم المنتخب البرازيلي في اولمبياد، تعوضونها ان شاء الله واتمنى لك ان شاء الله التوفيق. ابو مشاري، مباراة الكويت وبرقان في ظل غياب، إذا تأكد غياب سميدو راح تصير طرف واحد. طرف واحد بس للعلم ترى نادي الكويت كان مستوى من بطولة الطافت ولا سوى هذا، وهو في هبوط مستوى أمانة يعني. حتى السبب أنا أقول لك قبل لا يسافرون لعبوا هني ثلاث مباريات أربع مباريات، تقريبا مباراتين أو ثلاث لعبوها آخرها مع السليبخات. واضح وضعية الفريق انه مو الفريق نادي الكويت البريتم الموجود، او ان الموجود المستوى الموجود اغلب اكثر لاعبينهم غياب
علامة استفهام يا محمد عمرو موجود؟ لا كان قاعد قاعد برا قاب اكثر من مباراه ورجع مره ثانيه فواز. واحنا طبعا امانه انا محمد عمرو اللاعب الوحيد اللي كنت اتامل انه يكون موجود في فترات طويله مع نادي الكويت يعني يشارك علشان يكون داعم حق المنتخب لان نحتاجه احنا في عنصر الباك والباك احنا عندنا هالشيء امانه. فانا اعتقد نادي الكويت محتاج لصحوه امانه يعني. ما تعتقد الفتره الطويله البطولات اللي شارك فيها الاستحقاقات كلها ترجع الفريق الملل نوع من الملل نوع من الشبع شوي؟ صحيح لما انا في البطوله واحس اني انا اخذها والمرشح الاول فيها واقدر اخذها بس اخذها باخطاء اكيد يكون من نوع الجانب الفني. اليوم وصل نهائي خسر يعني خسر البطوله الخليجيه خسرها بالاضافي الثاني يعني كان قريب انه ياخذ البطوله. الحين انت عبد الله انا لما اقول لك الحين شنو قوه الكويت؟ إذا كم تحييد فرانكيز يعاني وايد هذه المشكلة. احنا نتكلم شنو الحلول اللي لقيتها شنو الحلول اللي سويتها. انا دائما اقول حتى مع ابو خالد هيثم الرشيدي امسر عليه وبارك له بشار كنت اقول انت لازم تفكر فيما بعد فرانكيز اصيب انطرد اليوم مو مستوى شنو الحل. ما كان في حلول وحتى الحلول اللي كانت موجوده لما تكلم في الخليج او اسيا كانت حلول فرديه. اليوم عبد الله الخميس قاعد يقدم من افضل العروض صراحه في السنوات السابقه صحيح اي يعني اليوم عبد الله الخميس مختار ان شاء الله عبد الله الخميس من اول مشاركاته مع المنتخب للبطولات هذه وكل مباراه قاعد يقدم من مستوى طيب لطيب. انا حكيك عن الحلول الفنيه التكتيكيه داخل الجماعيه يعني الجماعيه نعم. بما بعد فرانكيز قولي شنو الجماعيه اللي سويناها بس اوكي. كابتن اليوم قد يعتمد يمكن الكابتن سعيد حجازي في ظل الغيابات يمكن على اكثر من اللاعب يعني خاصه عنده يمكن اذا تاكد قلت لك غياب سميدو ف يعني الحلول قد تكون صعبه بالنسبه له خاصه بشكل الهجوم لان سميدو كان يتحمل الجزء الاكبر في المباريات السابقه وهو اللي بادر بالتسجيل خاصه من الامور الفرديه. طبعا في فرق بين سميدو في بدايه الموسم وسميدو الان الامانه سميدو قاعد يقدم مستوى افضل في خاصه في اخر ثلاث مباريات قاعد يقدم مستوى وايد افضل ولكن غيابه اليوم راح ياثر اكيد لكن كيفيه التعويض داخل ارضيه الملعب اكيد يعني دور حسين كرم اعتقد راح يكون مضاعف في مباراه اليوم مجهود راح يكون عليه اكبر فاتوقع ان يعني هذا في الشق الهجومي لكن في الشق الدفاعي راح يكون يعني ضغط كبير على دفاع نادي الكويت على نادي برقان خصوصا لايقاف باكات الخط الخلفي لنادي الكويت. اوكي شكرا كباتن. اذا مباراتنا القادمه الكويت بست نقاط امام برقان صاحب الثلاث نقاط كل توفيق للفريقين. محمد بدو ابو يوسف راح يكون ان شاء الله معاكم بالتعليق بعد شوي. ابو يوسف مساك بخير تفضل.
عبد الله حسين وضيوفه الكرام بالاستديو التحليلي الكابتن عباس طاهر والكابتن وليد عايش. أعزائي المشاهدين، أسعد الله مساكم بكل خير من صالة الشيخ سعد العبد الله الصباح طيب الله ثراه. محمد يوسف مدو يحييكم عبر تلفزيون دولة الكويت والتي تنقل لكم مباراة دوري الدمج لموسم 2023-2024 ولقاء اليوم اللي يجمع بين نادي الكويت ونادي بورقان بعد اللقاء الأول اللي سبق هذا اللقاء بين نادي الصبيخات ونادي خيطان، اللقاء الناري اللي ما انتهى إلا في ثوانيه الأخيرة وانتهى بفوز الصبيخات على نادي خيطان بنتيجة 29-28. بانتظار لقاء اليوم، حكام لقاء اليوم حكام أرض، حكماتنا الدوليات معالي العنزي ودلال النسيم من الطاقات الشبابية والرياضية اللي نفخر فيها للأمانة، هم من أفضل ما أنجبت الرياضة وكرة اليد بشكل خاص. معالي العنزي ودلال النسيم اللي شرفونا في المحافل الدولية سواء كأس العالم أو بطولات الأولمبية، ونتمنى لهم ونطمح منهم ونتأمل منهم للأمام راح يكونون في مصاف الحكام العالميين إن شاء الله. حكام طاولة ميغاتي ومسجل مشاري نمر وعدنان بولند، مراقب فني لهذا اللقاء الحكم أحمد المطوع، مراقب إداري علي عباس. بسم الله نبدأ الإرسال مع نادي الكويت، والبداية مع العميد الكويتاوي اللي في قيادة المدرب الوطني هيثم رشيدي ويساعده سامح الهاجري ومدرب الحراس اللي راح نتكلم عنه علي الخضر، يستاهل ويستحق. من جهة أخرى سعيد حجازي بورقان غني عن التعريف، مساعدة خالد ملحم، وأول أهداف اللقاء عن طريق هرنانديز البرتغالي لنادي الكويت، هدف سريع سنتر سريع والبورقان يعود. حسين كرم يعود بالتعادل، هذا حسين كرم وسنتر سريع، مباراة سريعة من البداية والتصويب فرانكيز وهدف، مباراة سريعة دقيقة فيها ثلاث أهداف، هدف سريع للكويت عاد بالسنتر السريع وسجل أيضا حسين كرم ويعود الكويت أيضا بالسنتر السريع، هذا هدف حسين كرم، مباراة سريعة. بس ما راح يطوفك شيء مع مخرجنا ومع مصورينا وتلفزيون الكويت الناقل الرسمي والحصري لبطولة الدوري الدمج الكويتي. تعود الآن نادي بورقان، محمود قايد العدواني، محمود العدواني مسي عليه بالخير أمين السر لنادي لاعب نادي بورقان، أمين السر الاتحاد الكويتي لكرة اليد مسي عليه بالخير محمود، تعود سريع وهدف التعادل وأربع خطوات هدف التعادل يسجل المصري مصطفى بشير، وتعود بخطأ أربع خطوات على نادي الكويت. والآن الكرة مع بورقان، الحكم حكمتنا معالي أو عفوا دلال النسيم، والكرة مع بورقان الآن، حمود العدواني حسين كرم إلى حمود إلى مصطفى بشير معترف المصري، فهد عبد الهادي إلى حمود إلى حسين كرم إلى مصطفى، محاولة دخول تمرير، في فاول لمصطفى بشير، في فاول لمصطفى بشير، الحكمة الدولية دلال النسيم الصايغ، دفاع قوي على بشير تنقطع نادي الكويت، والفاست بريك السريع مشعل طه، مشعل الحربي يسجل عباس طه الابن بالملعب والوالد بالاستديو التحليلي، ربي يحفظهم، عائلة رياضية مميزة، عائلة الكابتن ومعللنا وزميلنا عباس طه أبنائه مشعل في نادي الكويت، ومشاري في نادي كاظمة حاليا، ومحمد في نادي الصبيخات. تعود لبورقان الآن حسين كرب، والتقدم للكويت فارق هدف، وحسين يصوب بالبلوك، تعود لنادي الكويت سريعة، ونادي الكويت لكن تقطع من نادي الكويت، تقطع تعود سريعة، وهدف يسجله نادي بورقان، حمود العدواني
محمود العدواني يسجل وتعود نادي الكويت الان وهرنانديز، لكن الحلواتي في الموقع، الحلواتي يتصدى، يتصدى الحلواتي لهذه الكره، هذا الحلواتي، هذا الحلواتي يتصدى ورميه جانبيه، رميه جانبيه، رميه جانبيه، تعود لنادي الكويت الان والتعادل العادل 3-3 الفريقين الكويت وبرقان. تمرير عبد الله الخميس، هرنانديز البرتغالي، لكن الحلواتي صاحي، الحلواتي صاحي اليوم، الحلواتي مصحصح اليوم، جاي متفطر عدل وجاهز للقاء، ثاني تصدي وثاني سيف. تعود برقان، حسين كرم والتمرير تفلت من المصري، من المصري مصطفى، وتعود سريع لنادي الكويت، ومشعل، مشعل، ويعود الكويت ويتقدم مرة أخرى. مشعل الحربي، مشعل الحربي، شوف هذا عبد الله الخميس والتمريرة الجميلة، ومشعل يا أخي خلاص خلاص بالمرمى، مشعل لاعب مميز، لاعب مميز، والفاست بريك الصريح، ويتقدم الكويت الآن. 5 دقائق مضت على زمن الشوط الأول عزيزي المشاهد، والتقدم لنادي الكويت 4-3، وكان مع برقان، هل يعود للتعادل؟ من اللي راح يسجل؟ هذا حمود العدواني إلى حسين كرم، حاول الدخول والعدواني، لكن هناك خطأ وفاول، دفاع قوي من مشاري صيوان، دفاع قوي من مشاري صيوان، خطأ لبرقان، والتمرير حسين كرم، والتصويبة القوية، يا سلام يا سلام، التعادل من حسين كرم، يسجل هدف التعادل، وفرانكيز من السنتر سريع، لكن دفاع قوي، دفاع قوي، والمباراة في 6 دقائق الأولى فيها سجال وفيها قوة بين الفريقين. طبعا نادي برقان ناقص اللاعب سميدو المحترف، في المحترف البرتغالي في صفوف برقان، ينقص سميدو بسبب الإصابة، وهو لاعب ثقل للأمانة، لاعب ثقيل، وتأثير غيابه مؤثر على برقان، ولكن شوف برقان يأدي في الدقائق الأولى، هو الحل، فرانكيز هو الحل وصاحب الحلول والمفتاح الرئيسي في الهجوم الكويتاوي، فرانكيز يسجل ويتقدم الكويت الآن، يتقدم الكويت الآن. تعود لبرقان، فهد عبد الهادي، والتمرير حمود العدواني إلى حسين كرم، إلى حمود، والتمرير مصطفى بشير، والمانتومان، خروج على اللاعب الخطير المصري مصطفى، ويصوب، لكن هناك خاطئ، خاطئ، خاطئ يا مصطفى، تعود لعزيز الشمري والكويت، يا الحلواتي، يا الحلواتي، تعود لمشعل ويسجل مشعل، ضاعت من عزيز، سوى اللي عليه الحلواتي، ولكن وين الريباوند؟ شوف في ثلاث لاعبين، شوف مرت من بينهم وخذاها مشعل ويسجل الهدف، كفيته وفيته الحلواتي. الآن يدور على الدفاع، دفاع برقان، يدور على دفاع برقان، ويتقدم نادي الكويت الآن بفارق هدفي. تعود لبرقان، محمود العدواني، هذا حمود قايد إلى مصطفى بشير محترف المصري، والدخول، لكن هناك خطأ، فاول، فاول لنادي برقان، فاول لنادي برقان، هذا دفاع نادي الكويت اللي يلعب 6-0 متقدم، 6-0 متقدم. محمد الصقر، لكن تلمس عزيز الشمري، تلمس عزيز الشمري، حسين الصايغ بالتنفيذ، حسين الصايغ بالتنفيذ، وحمود يصوب، لكن بالبلوك، تعود لنادي الكويت، تعود لنادي الكويت، سريع للجناح عزيز الشمري، ويسجل عزيز، ويسجل عزيز، عزيز الشمري يسجل، عزيز الشمري يسجل، شوف هذه كرة من الجناح، لاعب مميز عزيز الشمري، لاعب منتخبنا من أفضل أجنحة آسيا كجناح يسار، عبد العزيز الشمري لاعب مميز. هذا الكابتن سعيد حجازي غني عن التعريف، كانت له صولات وجولات كثيرة في الدوري الكويتي، وآخرها الإنجاز الوصول لكأس العالم بقيادة منتخبنا إلى كأس العالم بعد غياب 15 عام. برقان الآن، حمود العدواني
والتصويب وبيابس يتصدى، تعود نادي الكويت وفرانكيز الى مشعل، مشعل الحربي ويهدي يهدي عبد الله الخميس. فارق ثلاث اهداف، الفارق ثلاث اهداف. اوه يا الحلواتي يا الحلواتي، قلت لكم متفطر عدل، متفطر عدل اليوم الحلواتي. يتصدى ويتألق في الشوط الأول في أول تسع دقائق، هو الأفضل لحد الآن، هو الأفضل، هو المميز. شوف هذا الحلواتي، برافو يا عبد الله، برافو يا عبد الله الحلواتي، متألق في لقاء اليوم، متألق في لقاء اليوم. كرة مع برقان، محمود عدواني وأيضا بويابس من جهة نادي الكويت متألق. الحراس اليوم هم المميزين والأميز في هذا اللقاء، خلينا نقول في العشر دقائق الأولى. حسين كرم حاول الدخول، تمرير تنقطع من مشعل، تنقطع من مشعل إلى فرانكيز، فرانكيز خطير، فرانكيز يسجل، فرانكيز يسجل 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 يسجل، فرانكيز يسجل. لاعب مميز، لاعب خطير، من أفضل لاعبين آسيا. واختراق وحمود العدواني يسجل من السنتر السريع، يستغل عدم الرجوع السنتر السريع من نادي الكويت. الخميس إلى هرنانديز وأيضا يسجل. مباراة سريعة، مو معطيني مجال أعطي معلومة أو أقول مديح أو أوصف حالة، مباراة سريعة، مباراة ممتعة من الفريقين للأمانة. والنتيجة الآن بفارق أربع أهداف، هذه الكرة اللي انقطعت من مشعل وهدف فرانكيز من الفاست بريك. لعب مميز فرانكيز، لعب مميز، مميز فرانكيز، خطير خطير خطير. أوه فلتت من حسين كرم، لكن تعود، لمست برجلك يا مشاري، لمست برجلك، لا تأشر. حكامنا اليوم معالي العنزي، حكامات دوليات هي مع دلال نسيم، صاحين وقريبين من الحالة. وخطأ، أربع خطوات، مع وجود خطأ لك فاول يا برقان. حسين كرم تنقطع وتعود سريعة فرانكيز، فاست بريك، يسجل فرانكيز، راح يسجل، راح يسجل، راح يسجل ويسجل، يسجل فرانكيز، يسجل فرانكيز ويرفع الفارق إلى أربع أو خمس أهداف، عشرة الكويت، خمسة برقان. خلنا نتحدث قليل عن الكابتن علي الخضر اللي يعني بالأمس عاد بعد تجربة هي ليست الأولى له على مستوى الدولي بالمشاركة مع المنتخب البرازيلي وانتدابه كمعلل فني ومدرب حراس مرمى، وقدم أداء مميز في تصفيات الأولمبيات ولم يعالف الحال الحظ في التأهل في المجموعة الصعبة مع إسبانيا وسلوفينيا والبحرين والمنتخب البرازيلي، لم يعالف الحظ بالتأهل، ولكن قدم. ووجوده مع الطاقم الفني للمنتخب البرازيلي هو بحد ذاته مفخرة لنا كأسرة كرة اليد وكرياضة كويتية بشكل عام، وجود هذه الطاقة اللي هو الكابتن علي الخضر في الطاقم الفني للمنتخب البرازيلي. يستاهل الكابتن علي الخضر. تعود لبرقان والتقدم الآن للكويت بفارق ستة أهداف. حسين كرم إلى مصطفى بشير وبرقان، عبد الله الحمادي، عبد الله الحمادي، لكن تعود يوسف ضايف للجناح حمد الصقر ويسجل حمد، يسجل حمد الصقر، يسجل حمد الصقر، برافو يا حمد. هذه الكرة تمرير من يوسف ضايف لحمد الصقر، مساحة كبيرة ومفتوحة، يسجل منها حمد الصقر. تعود الآن لنادي الكويت المتقدم بفارق خمس أهداف، عبد الله الخميس، عبد الله الخميس، خطأ لهرنانديز، خطأ لهرنانديز، خطأ لهرنانديز، تعود هرنانديز، تمرير مشاري صيوان ويتصدى الحلواتي، يتألق يتألق ويتعملق عبد الله الحلواتي، ويقدم مباراة كبيرة في أول 13 دقيقة عبد الله الحلواتي.
وعبد الرحمن العنيزي ويتصدى ابو يابس. مباراة حراس اليوم تعود سريعة. مشاري ويسجل مشاري صيوان، يسجل لاعب الدائرة ولاعب من الدول المميز مشاري صيوان، يسجل الكرة الأخيرة ويرفع الفارق إلى 6 أهداف. يرفع الفارق إلى 6 أهداف. كرة مع برقان الآن. حسين كرم تقريبا داشين على الدقيقة 15 وانتصفنا الشوط عزيزي المشاهد، والتقدم لنادي الكويت 12-6 برقان. كرة مع برقان الآن، يوسف ضايف، التغاطى لعب دائرة والنزول مرة أخرى تعود لحسين كرم إلى عبد الله الحمادي والتمرير، وحسين كرم يصوب لكن بيابس تعود لحسين ويسجل. تعود لحسين ويسجل. برافو يا محمد بيابس، كفيت ووفيت والله، يتصدى ولكن عادت له. حارس كبير، حارس منتخبنا محمد بيابس، حارس دولي قاب عن البطولة الأخيرة لظروف خاصة لم يستطع المشاركة مع المنتخب، ولكن هو طبيعيا وبديهيا هو عائد بعد ما انتهت ظروفه الشخصية، يعود إن شاء الله. عبد الله غربلي إلى سيف العدواني. سيف يا سيف، ولهت إني أقول سيف الكويت البتار، ولهت إني أقول وما خليته بخاطري يا سيف، ما خليته بخاطري يا سيف. سيف الكويت، سيف الكويت البتار يسجل، وما راح أردها. هذا سيف من الثبات، يا سلام. لسعها لسع بمرمى عبد الله الحلواجي. هذا سيف العدواني. طبعا الاخوه الاعداء اليوم، لكن هي رياضيا اعداء رياضيا، ولكن اعداء. سيف قايد العدواني يلعب نادي الكويت، وحمود قايد العدواني يلعب نادي برقان. ربي حفظهم عيال العزيز الغالي ابو حمود، امين سر الاتحاد الكويتي لكره اليد. ربي حفظهم لك يا ابو حمود. ويسجل سيف، يسجل سيف، يسجل سيف العدواني الهدف رقم 14، يصعد الفارق الى 7 أهداف. تعود لبرقان، عبد الله الحمادي، مصطفى بشير المحترف المصري، عبد الله الى حسين كرم، تمريرات ما في اكتف على المرمى. برقان تمريرات خارجيه، محمد العريان الدخول والتصويب العريان، ويسجل محمد العريان. ايقاف للوقت، لا لم تحسب الهدف. الرجوع للفار، الرجوع للفار، الرجوع للفار للتاكد. انا اتوقع انها ابتسامه جميله من حكمتنا الدوليه الرائعه معالي العنزي. الله يدوم الابتسامه يا معالي عليك، على زميلتك دلال النسيم. لا دشت كلها اتوقع. هدف، واحتسب الهدف. الحكم معالي، الحكم دلال النسيم، احتسب الهدف. حكمتنا دلال النسيم. تعود لنادي الكويت والفارق أصبح الآن 6 أهداف. سيف العدواني والنزول، عبد العزيز الدوسري على الدائرة، وفرانكيز إلى سيف العدواني حول الدخول، والعبد الله الغربلي يصوب، لكن هناك خطأ، دفاع قوي على عبد الله الغربلي من فهد عبد الهادي. فهد عبد الهادي هذا الحلواجي المتألق اليوم، والدوسري عبد العزيز بالتنفيذ إلى سيف، إلى فرانكيز. فرانكيز تصويبة قوية من فرانكيز، مخادعة حوضية جميلة في مرمى الحلواتي، مباغته يسجلها فرانكيز. تعود سريعة لنادي برقان، محمد العريان حول الدخول، ويقاف للوقت 2 دقيقة على عبد العزيز الشمري. سحب ليد لعب، انا قلت لك سحب، شوف لا صح، برافو حكمتنا معالي العنزي. شوف طافك وظليت ماسكه
وطايفك بجسمه وبايده وانت سحبت سحب اليد او مسك اليد، هذا سحب بالقانون قرار صحيح 100% دقيقتين من الحكمه او حكمنا حكمتنا الدوليه معالي العنزي. لحد الان اداره هاديه وموفقه، حكماتنا معالي العنزي ودلال، وهدف جميل يسجله حسين كرم، يسجله حسين كرم الهدف التاسع، والفارق الان يصبح 6 اهداف. هذا حسين كرم يسجل الهدف، والدفاع المتقدم 3-3 من نادي برقان على نادي الكويت. نزول حسين الموسوي وفرانكيز الى سيف، الى فرانكيز، حسين الموسوي، سيف العدواني الى حسين الموسوي، الى الغربلي عبد الله، عبد الله الغربلي، تمرير الدائره ما توصل، جانبيه لبرقان، مصطفى بشير سريعه، عبد الرحمن العنزي لحمد الصقر، ويسجل حمد الصقر، يسجل حمد الصقر الهدف رقم 10، يخلص الفارق الى 5 اهداف. حمد الصقر يسجل ثاني اهدافه، 2-2 بنسبه 100% من الجناح. حمد الصقر دخل بالكورتين، سجل هدفين، والكويت ناقص عدديا، يلعب بالامتي جول من غير حارس مرمى. حسين الموسوي، عبد الله الغربلي، قوية 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 يا عبد الله، قوية يا عبد الله، من وين؟ من ال 15 او ال 14 متر، تصويبة بعيدة، ولكن عبد الله يمتلك تصويبات قوية. ومصطفى بشير يسجل، مصطفى بشير يسجل، هذا هدف مصطفى بشير لاعب برقان، وهذا الغربلي شوف من وين ناط، ما شاء الله تبارك الله يا عبد الله، من ال 14 متر ارتقاء عالي، ما شاء الله تبارك الله. عبد الله الغربلي وبنيه جسمانيه وتصويب قوي وابتسامه جميله من حكمتنا معالي العنزي، وانتظار مس ارضيه اللقاء، انتظار مس ارضيه الملعب لحفاظ على سلامه اللاعبين. تعود سيف العدواني، والكويت متقدم، واخر 10 دقائق عزيزي المشاهد، والفارق 5 اهداف. وعبد الله غربلي نادي الكويت، محاولة الدخول، عبد الله دفاع قوي على عبد الله، تعود لفرانكيز، وهو الحل فرانكيز، ورمية 7 امتار واجه المرمى، اعاقة، رمية 7 امتار صحيحة وصريحة من الحكم الدولية معالي العنزي. شوف بس واجه المرمى، دفاع على اليد 100%، 7 امتار صحيحة لا غبار عليها. ومشعل المتخصص هو اللي راح يصوب، مشعل عباس، مشعل عباس، طه، ضاعت الحلواتي، الحلواتي، الحلواتي يتصدر، الحلواتي يتألق، الحلواتي يبدع بمرمى برقان ويتصدى لهذه الكرة الجميلة من رمية 7 امتار لمشعل طه. تعود الآن، والفارق الآن 5 اهداف، فارق 5 اهداف، هل يقلص الفارق؟ هذا اللي راح نشوفه الآن. الحمادي، حسين كرم، نادي برقان، عبد الله الحمادي، حاول الدخول، تصويب، لكن دفاع قوي مغلق، ومصطفى بشير بالمهارة الفردية يخترق ويتخطى بالأمبريلا بالمروحة، والسنتر السريع، وسيف يسجل، يعود الكويت سريعا بالسنتر السريع، يعود سريعا عن طريق سيف العدواني، سيف 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 الكويت، سيف الكويت يسجل. هذا مصطفى بشير شوف يتخطى ويتجاوز عبد العزيز الشمري ويسجل، والفارق على ما هو عليه 5 اهداف. كرة مع برقان، حسين كرم الى عبد الله الحمادي، الى حسين كرم، حسين كرم الى الحمادي، دفاع قوي من عبد العزيز، تصويبه قوي من عبد الله الحمادي، عبد الله الحمادي يسجل، عبد الله الحمادي يسجل، خلص الفارق 4 اهداف. والسنتر السريع وفرانكيز ما يعطيهم مجال، فرانكيز الكويت سنتر سريع ما يعطيك مجال تنظم صفوفك بالخلف الا مسجل عليك،
هذه هي كرة اليد الحديثة. كرة اليد الحديثة هكذا تدار وهكذا تلعب. سنتر سريع. تعود لبرقان الآن والفارق 5 أهداف. فارق 5 أهداف. برقان. عبد الله الحمادي إلى حسين كرم. مصطفى بشير تمرير نادي برقان. حسين كرم هذا العريان. محاولة الدخول. مصطفى بشير التصويب بالبلوك ورمية زاوية. دخول الحارس حسن أبو عباس. دخول الحارس حسن أبو عباس بمرمى نادي الكويت. عبد الله الحمادي. وإيقاف للوقت ووقت مستقطع طبعا. الحكمة مع دلال النسيم تقول حق الكابتن سعيد حجازي ترى مرفوع السلبي توه قبل لا تاخذ التايم وباقي لك 4 تمريرات. حكامنا اليوم هذا الاهداف او التصديات محمد بويابس حارس المرمى. محمد بويابس حارسنا المميز محمد بويابس. وهذا ايضا تصديات عبد الله الحلواتي طبعا حاط لنا مخرجنا المتألقين اليوم عبد الله الحلواتي وبويابس. هذا بعض من تصدياتهم عبد الله الحلواتي. هذا السيف رقم ستة عفوا لعبد الله الحلواتي. 6 سيف عبد الله الحلواتي. وانتهى الوقت المستقطع اللي طلبه المدير الفني الجزائري لنادي برقان الكابتن سعيد حجازي. شارة اللعب السلبي. برقان باقي له 4 تمريرات. باقي له 4 تمريرات. بانتظار صافرة حكمتنا معالي العنزي. الصافرة هذا 1. حسين كرم تمرير فهد توصل للعريان والتمرير لكن خاطئ أيضا. ياخذها يوسف. يوسف ضايف والتمرير تنقطع من مشعل. تعود لعبد العزيز وياخذها مرة ثانية حسين كرم. تعود لبرقان بردا وسلاما. تعود لبرقان. ثلاثة وعشرين دقيقة داشين على دقيقة 24 وباقي 6 دقائق و20 ثانية على نهاية زمن الشوط الأول من هذا اللقاء. عبد الله الحمادي إلى حسين كرم. 2 يلعب على الدائرة. 4-2 بالهجوم بالحمادي. دفاع قوي على الحمادي. فهد عبد الهادي بالتنفيذ. عبد الله الحمادي إلى حسين كرم. حاول الدخول إلى الحمادي والتصويبة لكن ترتطم بالبلوك. دفاع الكويت تذهب لرمية زاوية. رمية زاوية إشارة واضحة من الحكمة. دلال النسيم. حسين كرم خطأ على حسين كرم. تعود عكسية خطأ هجومي فاس بريك. وعبد العزيز الشمري يسجل. والحلواتي لا تلام فيها يا الحلواتي. فاس بريك مواجه المرمى. وعبد العزيز الشمري لاعب مميز لاعب دولي لاعب من أميز اللاعبين بمركز الجناح الأيسر ليس فقط على مستوى الكويت لكن على مستوى آسيا. محمد العريان تمرير. محمد الصقر. عبد الله الحمادي إلى حسين كرم. محمد العريان حالة الدخول والتصويب لكن يتصدى أبو عباس. والفاست بريك لعبد العزيز الشمري. وعبد العزيز يسجل بالعقل بذكاء. عبد العزيز الشمري على الرجل الثابتة لعبد الله الحلواتي. شوف بالعقل ينظر للمرمى ريل الثابتة دزه. وهذا اللي سواه عبد العزيز فقط رمى وصوب الكرة على الرجل الثابتة لعبد الله الحلواتي. وهذه مهارة يجب أن يستفيد منها طبعا لاعبين الناشئين واللي تابعونا خلف هذه الشاشة
لما تكون رجل الحارس ثابتة ويرفع الثانية، الرجل الثابتة تكون صعبة على الحارس، فأرميها بجانب رجل الثابتة لحارس المرمى. تعود حسين كرم الدخول، تصويب بالقائم ورمية جانبية، تصويبة بالقائم. مفارق 7 أهداف، سيف العدواني، نادي الكويت، فرانكيز، حاولة الدخول، تمرير عبد العزيز الشمري، نزول 2 على الدائرة وفرانكيز إلى الغربلي لمشعل ويهدي نادي الكويت، يهدي والغربلي صوبها قوية، عبد الله الغربلي صوبها قوية على يمين عبد الله الحلواجي. هذا عبد الله الغربلي، شوف مين وين، من 12 متر، من ال 12 متر، فما بالك ما شاء الله تبارك الله اذا وصل لك للتسعة ونط وصوب، صعبه. قوة، بنيه جسمانيه، جنب عالي ما شاء الله تبارك الله، لاعب مميز عبد الله الغربلي. وتخاطى من برقان، والتورنوفري اكثر من برقان، وفاس بريك سيف، ويا الحلواتي يا الحلواتي، يتألق الحلواتي، يتصدى الحلواتي لتصويبة سيف العدواني. هذا سيف وابتسامة، ضاعت كرة سهلة. الفارق الآن 8 أهداف عزيز المشاهد، وآخر 3 دقائق على نهاية زمن الشوط الأول، وصعد بالفارق نادي الكويت. مصطفى بشير، دفاع قوي على مصطفى بشير، دفاع قوي من عبد العزيز الدوسري. فاول، فاول خطأ، خطأ لنادي برقان. تعود حسين كرم إلى العريان، تمرير ليوسف ضايف، يسجل يوسف، يسجل يوسف ضايف أول أهدافه في هذا اللقاء وأول تمريره للدائرة. والقربلي يا سلام، القربلي يمارس هوايته ويصوب ويلسع ويسجل من من وين يا عبد الله؟ بعد من وين بتصوب؟ هذا من 15 متر، من 16 متر، من وين، من وين، من وين بعد؟ ما هي غريبة عليك يا عبد الله، لاعب مميز عبد الله الغربلي. وابتسامة جميلة من عبد الله الغربلي، والفارق أصبح 8 أهداف. تعود لبرقان، مصطفى بشير إلى حسين كرم، هذا مصطفى، عبد الله الحمادي، مصطفى بشير، والتمرير للحمادي، وبرقان، مصطفى بشير، والتمرير لحسين ما استلمها، والله كثرت أخطاءه في ال5 دقائق الأخيرة من هذا الشوط، تورنوفر كثير، أخطاء كثيرة، عدم الاستلام، التمرير الخاطئ، تصويب باستعجال، هي اللي وصلت النتيجة إلى ما هي عليه الآن. الفارق 8 أهداف، فرصة إلى توصل إلى 9. عبد الله الغربلي، فرانكيز، عبد العزيز الدوسري إلى عبد الله الغربلي، سيف العدواني إلى فرانكيز، وسيف، سيف ويصوب بالعرض برجلك يا فهد، برجل فهد عبد الهادي. القائم يحرم سيف من تصويبة جميلة حوضية، لكن القائم العارضة تردها هوائية، ولكن نزول، نزول، نزول. معالي تقول حق عبد الله نزلت، تقول حق عبد الله نزلت، سريعة لكن خطأ لبرقان. هذا عبد الله، لا نزلت يا عبد الله، الإعادة بينت، نزلت يا عبد الله، نزلت يا عبد الله، برافو، برافو حكمتنا معالي العنزي، رؤية وتواجد في المكان المناسب وقرار صحيح، برافو وشكرا معالي العنزي. هدف جميل بعد تمريرة جميلة من المصري محترف مصطفى بشير ليوسف ضايف اللي يسجل 2 أهدافه. تصويبتين من الدائرة وهدفين ليوسف ضايف. انتهى الشوط الأول عزيزي المشاهد، لكن هناك خطأ راح يتصوب، يجب أن ينفذ هذا الخطأ، يجب أن ينفذ. يجب أن ينفذ قانون كرة يد، إذا انتهى الوقت وجود فاول أو خطأ يجب أن يتم تنفيذه، حتى لو كان بالجهة الأخرى للمرمى الآخر، من أي مكان هناك خطأ فاول يجب أن يتنفذ. الغربلي هل راح يصوب عبد الله؟ أتوقع ما راح يصوب عبد الله.
لا صوب، لكن بالبلوك. وانتهى الشوط الأول عزيزي المشاهد بتقدم نادي الكويت على نادي بورقام بفارق 7 أهداف 22-15. استراحة قصيرة وأعد معكم إن شاء الله استكمل معكم مجريات الشوط الثاني بإذن الله. الآن انتقل للاستديو التحليلي مع الزميل عبد الله حسين وضيوفه الكرام الكابتن عباس طه والكابتن وليد عايش. لك المايك عزيزي عبد الله حسين. شكرا محمد وشكرا ابو يوسف. اذا الشوط الاول الكويت 22 وبرقان 15، فارق كبير وافضليه الكويت بشكل واضح من خلال هذا الشوط. قبل لا اسولف مع الشباب اخوي الغالي وعزيز وحبيبي ابو عزيز كابتن علي مروي نقول له سلامات ما تشوف شر ان شاء الله واجر عافيه وخطاك السوء. كابتننا الكبير علي مروي طبعا يرقد حاليا في مستشفى طيبه في الدور الخامس غرفه 502 وعكة صحية. الله يقومك بالسلامة يا أبو عزيز. ما عليه شر إن شاء الله. ما تشوف شر إن شاء الله. وسلامنا للشباب اللي موجودين عندك. خالد مروي أبو أحمد مسي عليك بالخير. أيضا كابتننا محمد خليل مساك الله بالخير. وكل الشباب اللي موجودين. أبو عزيز رد على التليفون لأنك يدقون عليك ما ترد يدقون علي فاتصالات وايد. فرد على العالم عشان لا يدق علي. ما تشوف شر يا أبو عزيز. أجر عافية إن شاء الله. أجر عافية إن شاء الله. خطاك السوء. بيدي كابتن انا يمكن سالتك قبل الهواء واضع بتصير من طرف واحد. 22 هدف في الشوط واحد الكويت، يعني هذا اعتقد الرقم يبين ايش كثر الكويت ومسيطر بالشوط الاول. هو طبعا احنا قلنا بدايه السيد الافضليه تعود نادي الكويت على الورق، ولكن ايضا في ارضيه الملعب ايضا الافضليه عادت الى نادي الكويت. العناصر اللي او الاوراق اللي يستخدمها كابتن هيثم يعني عديده، وشفنا احنا التبديلات اللي حصلت في اثناء اللعب باستثناء يمكن اللي هو المتفقين عليه فرانكيس اللي هو اللي ما طلع من ارضيه الملعب، ولكن جميع اللاعبين تم استبدالهم لتبادل الادوار خلال اللعب. في يعني احنا قلنا ايضا العب راح يكون على حسين كرم، بالفعل حسين كرم ادى اداء جيد في الشوط الاول، كان وتحمل مسؤوليه في العديد من الهجمات وكان له يعني الكلمه الاخيره في تسجيل الاهداف وايضا صناعه الاهداف لتهيئه الفرص حق كابتن مصطفى من الباك اليمين للاختراقات. كابتن سعيد حجازي حاول يحد من خطوره فرانكيس وايضا هرنانديز في بدايه المباراه، لكن الاوراق اللي استخدمها كابتن هيثم يعني كسرت قاعده كابتن سعيد حجازي، يعني قدر ان يسجل من الخارج وايضا عن طريق الاجنحه. أوكي. بس قبل لا تنقل في سلام خاص لك من كابتن الرشدان. ونعم سالم طرشني. والنعم والله كابتن سالم وصل سلامك مشكور، يقول حشيت فيني ترى عدل. لا سلم عليك ومدحك وايد. عيل انت تربط عصاص عبد الله تقول حشيت مدحك بس بالسلبي يعني. لا يمون يمون تمون يا هطا تمون. الله يسلمك الساعه المباركه. المشاري من اول دقائق واضح الكويت يعني اللعب سريع، مشعل العباس سجل، فرانكي سجل، حتى بالسنتر سريع سجل انخل. واول ربع ساعه اخذ الكويت المباراه، خذف يمكن الفارق فرق 6 وصارت من دقيقه تقريبا 15 صارت 12-6 فرق 6. شوف من 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 مصادر القوه في نادي الكويت هو السنتر السريع والفاست بريك السريع، بحكم انه عزيز الشمري او مشعل او الموسوي او حسين اخو الموسوي لسرعتهم هذا الفاست بريك الطويل، كذلك الفاست بريك المدرج اللي يقوده فرانكيز امانته، وهذه من مصادر القوه في نادي الكويت. بما بعده هو التكتيك، التكتيك يبدا من فرانكيز وينتهي عند فرانكيز من خلال الضغط وخلق مساحات بالدفاع. وهذا انا اعتقد الشوط اللي هي المباراه لو بتطلعها تقول هذه مباراه تسيره، تسيرها انك تنتهي باقل عدد من الاهداف وهذا. لكن امانه لو بتطالع انت مصادر القوه عند سعيد حجازي وعند هيثم الرشيدي سالتني او يمكن حتى قلت على ان حسين كرم
بمعنى يعني انه من افضل مباريات او افضل الاشواط اللي قدمها. نعم من افضل الاشواط اللي شفتها حق حسين كرم هذا الشوط امانه. والحلو في حسين كرم انه دائما من خلال الاداء التكتيكي اللي كان يطبقه كابتن سعيد حجازي كان يعطي الفرصه انه ما يخلي الدفاع يتقدم بحكم انه موجود يلعب اثنين دائره فاعطاه اغلبيه وهو اكثر واحد مسجل في برقان. لو بتطالع مصادر القوه بالفريقين عند هيثم وعند كابتن سعيد حجازي فارق كبير موجود عند هيثم بريد. لكن كاستغلال انا اعتقد سعيد حجاز قاعد يستغلها اكثر نوعا ما من هيثم. هيثم انا اعتقدها الفكر الموجود عند هيثم انه يفوز بالمباراه في اسهل طريقه. نعم شنو هي اسهل طريقه؟ الفاست بريك السريع، الفاست بريك السنتر السريع حتى لو ما مسجل عليه اهداف. عنده خيارات التبديل. اوكي. حاول كابتن سعيد حجاز باللعب 3-3 عن طريق الدفاع لي يمكن على الاقل ايقاف مصادر قوه بالنسبه للفريق. يعني قلت لك بحسين حاول كابتن سعيد حجازي بتعدد الطرق الدفاعيه للحد من خطوره الخط الخلفي في نادي الكويت، لان الكويت استغل الاجنحه سواء مشعل او عبد العزيز يعني استغل هذا الامر. كذلك ايضا الاختراقات في التحركات اللي تمت من خلال سواء سيف والتبادل مع فرانكيس وهرنانديز. يمكن هرنانديز سجل في بدايه المباراه بعدين استبدله كابتن هيثم نزل مكان عبد الله الغربلي. لكن السيطره الهجوميه على الخط الدفاع بالنسبه لنادي برقان كانت يعني واضحه جدا، ولكن سعيد حجازي حاول الحد كثر ما يقدر من خطوره الخط الخلفي. نجح نوعا ما، ولكن الخيارات الموجوده في نادي الكويت وايضا بعض التكتيك اللي حصل او اللعب الفردي الايجابي. اوكي انا اتكلم دائما اللعب الفردي الايجابي هذه من اوكي اللعب مع الكويت يعني ابو مشاري قوه دفاع الكويت كلها منطقه الوسط، تركيز الكويت يعني تسكير منطقه الوسط بالنسبه لفريق الكويت واضح. انا اقول دائما الكويت يلعب على اجنحه، انت عندك اجنحه اليوم يعني حمد سجل يمكن مرمى الجزاء او كره واحده فاست بريك او شيء كذي، حمد او هناك مادي العريان او تلعب على الاجنحه بحيث انها تكون على الاقل كحلول امام دفاع الكويت القوي. نجم الفريق في نادي برقان في هذا الموسم حمد الصقر من خلال اجازته من الجناح في حتى من زوايا صعبه امانه، حتى بطوله اللي شاركوا فيها بطوله هيئه الوطن ورميات الجزاء اللاعبين الموجودين من خلال رميات الجزاء كان فاست بريك فانا اعتقد اذا كان في نجم في نادي برقان فهو حمد انور الصقر. شلون تعطي مساحه؟ حمد بس اتذكر انه يمكن ما يعرفون حمد ولد انور الصقر، انور الصقر لاعب منتخب السابق لاعب نادي الصليبخات احد نجوم الكويت في مركز الجناح اليمين هذا ولد حمد. نعم ما يذكر ابوه الحين شيء ابوه الحين قاعد يسمع؟ اكيد اذا يسمع وصل حمد مو زين اليوم؟ لا لا فانا اعتقد نجم نادي برقان هو حمد الصقر. انت لازم تعطيه المساحات، لازم تعطيه الفرصه، غير هذا انت من الاجنحه خط خلفي امانه يعني حتى المحترف مصطفى بشير يعني امانه يعني اللاعب مو 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 بمستوى المحترف اللي يقدم امانه يعني. زين يسلم علي عبد الله مرزوق طبعا الكابتن الكبير، ليش 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 ما تقول انت تقول لي سلم علي؟ ليش تقول لي ما على واتساب؟ هو صدق يعني عبد الله متى بتحط لك واتساب؟ تكفى سمي متى بتحط لك واتساب؟ للحين يدز ترى للحين يدز رسائل اس ام اس وتليفون ريموت بليت؟ للحين بليت؟ الله يحفظك ان شاء الله ومبروك زواج الولد احمد. اي الله يسر الله يحفظه ان شاء الله ويوفقه ان شاء الله. الكابتن اعتقد معطيات الشوط الاول نتكلم على 22 هدف وفارق سبعه، كل الامور رايحه للكويت يا بالزياده يا على الاقل يمكن بالحفاظ على السبعه ولا ممكن البرقان يرجع؟ لا شوف طبعا الكويت ما راح يتهاون نهائيا، راح يسعى انه يزيد الفارق، ولكن اكيد من حق او حق مشروع نادي برقان انه لابد ان يدافع عن اسمه وانه يحاول انه يرجع في المباراه ويحاول ايضا كذلك مضايقه نادي الكويت. ولكن يعني يمكن الاوراق اللي موجوده عند كابتن سعيد حجازي يمكن ما تسعفه انه يعني يجاري نادي الكويت، ولكن ارضيه ملعب هم نقول مره ثانيه ارضيه ملعب تخالف كلامنا نهائيا في التحليل عندنا هنا، احنا نقول الكلام لكن ارضيه ملعب لابد انه في عمل في عطاء وفي متغيرات ارضيه ملعب حلو تحكم هذا اوكي. ناصر المطوع مدير الذهبي اللي كان نادي الكويت مسي عليك بالخير ابو بدر الساعه المباركه. ناصر المطوع كان نعم ايام مرت الكويت وكان اداري نعم نعم
وانقطع يعني، فما قاعد دزز له الحين سنابات بس. مشكور يا ابو بدر. يزيد الفارغ ولا بيرجع البرقان؟ يزيد ينزل، هي المباراة تسيورة خلصت. برقان يحاول يخسر بنتيجة أقل، الكويت يحاول يطلع بدون إصابات وبدون إجهاد حق اللاعبين، خصوصا بالأسبوع القادم اللي تقريبا أربع مباريات ورا بعض. شكرا كابتن، شكرا كابتن وليد، شكرا كابتن عباس. مرة أخرى راح أرجع للشوط الثاني. الشوط الأول انتهى بتقدم الكويت 22 مقابل 15 لبرقان. مرة أخرى أبو يوسف محمد مدو تفضل. شكرا للزميل عبد الله حسين من استديو التحليل، وضيوف الكرام الكابتن عباس طه والكابتن وليد عايش لما اطروا به من تحليل على مجريات الشوط الاول اللي انتهى بتقدم نادي الكويت على نادي برقان بنتيجه 22-15 بفارق 7 اهداف. وبسم الله نبدا الشوط الثاني. الارسال مع نادي برقان، ونذكر حكام لغاء اليوم حكاماتنا الدوليات المميزات دلال النسيم ومعالي العنزي، وحكام طاولة ميغاتي مسجل مشاري نمر، وعدنان بولند مراقب فني لهذا اللقاء، علي عباس مراقب إداري، أحمد المطوع. هناك إيقاف لتبديل الكرة، كرة مع برقان الآن، مع برقان تمرير حمود العدواني، كرم عبرقان حسين كرم، مصطفى بشير والحسين إلى حمود العدواني، حمود إلى حسين، تمريرات نادي برقان وخاطئ أيضا، يستمر التورنوفر. وتكلمنا عنه في نهاية الشوط الأول من جهة نادي برقان، تعود لنادي الكويت، حسين الموسوي إلى سيف والتمرير، عبد الله الخميس إلى هرنانديز، إلى سيف العدواني، والاختراق والحلواتي يتألق، الحلواتي يستمر بالتألق، يستمر بالتألق، وتعود سريعة وحمود العدواني، ويسجل حمود، يسجل حمود هني، يضيع سيف قايد العدواني، ويسجل حمود قايد العدواني. والفارق أصبح الآن 6 أهداف، 6 أهداف. نادي الكويت، عبد الله الخميس إلى سيف، إلى عبد الله الخميس، إلى هرنانديز، والتصويب هو القائم. وبالعارضة، بالعارضة، بالعارضة لمرمى عبد الله الحلواتي، تتعاطف العارضة مع من يقف بين جانبيها اللي هو عبد الله الحلواتي الذي تألق الأمانة في هذا اللقاء، مقدم مباراة جميلة. تعود نادي برقان فرصة لتغريس الفارق إلى 5 أهداف. مصطفى بشير إلى العدواني، حمود إلى مصطفى بشير، المصري إلى حمود العدواني، ويسجل حمود العدواني، حمود العدواني لاعب نادي برقان والقميص. يا سلام يا عبد الله الحلواتي، يا سلام يا الحلواتي، يا سلام يا سلام، يتألق ويتعملق بمرمى برقان عبد الله الحلواتي، يتصدى في أطراف ريلة بيدة في جميع الوضعيات عبد الله الحلواتي. برافو يا عبد الله، برافو يا عبد الله الحلواتي. والفارق الآن 5 أهداف، فرصة للعودة وتغريص الفارق لنادي برقان. مصطفى بشير إلى حسين، حسين كرم، أحمد مراد، نزول أحمد مراد، هذا مصطفى، تمريرات برقان، حسين كرم،
تمرير الخاطئ يا حسين، تمرير الخاطئ يا حسين، والأخطاء في التمرير كثيرة من جهة نادي برقان للأمانة في هذا اللقاء، تورنوفر كثيرة، يعني لو بنحسب التورنوفر على نادي برقان يصل إلى 8 تورنوفر، 8 تورنوفر كأخطاء تمرير وعدم استلام في 33 دقيقة من زمن اللقاء ككامل، عدد كبير. يا سلام يا هرنانديز، الاختراق يسجلها باللف عن طريق الرست، هذا هو هرنانديز، لاعب مميز، لاعب برتغالي الكوبي الأصل هرنانديز، والفارق يعود إلى 6 أهداف. تعود لبرقان الآن حسين كرم إلى مراد، إلى مصطفى بشير، يسجل مصطفى، يسجل مصطفى بشير الهدف رقم 18، والفارق يصبح الآن 5 أهداف. 5 دقائق مضت عزيز المشاهد على زمن الشوط الثاني، والفارق 5 أهداف. عبد الله الخميس إلى مشاري الصيوان، مشاري هذا سيف، العدواني إلى مشاري، مشاري إلى سيف، عدل الكويت، عبد الله الخميس، تمرير هوائية هرنانديز، يا سلام يا سلام يا عبد الله الخميس، ويا سلام يا هرنانديز، متفاهمين عليها، مو أول مرة يسوونها، مو أول مرة يسوونها، متفاهمين عليها ويعملونها بإتقان ويسجلها. شوف 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 هرنانديز، السلام يا عبد الله الخميس على التمرير، قال له بس روح، بس روح تيك الكرة يا هرنانديز. برافو يا عبد الله الخميس، كابتن منتخبنا الوطني ولاعب نادي الكويت. مصطفى إلى يوسف ضايف، دقيقتين دقيقتين احتسبها حكمتنا الدولية. معالي العنزي على مشاري، خلينا نشوف، شوفوا مشاري، لا لا لا، مشاري ماسك فنيلته وشد الفنيلة للأعلى بهذه الطريقة. دقيقتين دقيقتين على اللاعب مشاري صيوان. تعود لبرقان الآن حسين كرم، حسين كرم إلى مصطفى، مصطفى بشير، تمرير للجناح حمد الصقر، ويتصدى أبو عباس، يتصدى حسن، يتصدى حسن أبو عباس. هذه طبعا أمامك على الشاشة، دقيقتين على مشاري صيوان، هذه كرة حمد الصقر والتصدي الجميل من حسن أبو عباس اللي يتصدى بهذه الكرة من الجناح. قلنا احنا يا حمد الصقر الشوط الأول سجلت كرتين، وهذه الثالثة ضاعت، صدّها أبو عباس، وسيف العدواني في فاول، فاول لسيف، عادل الكويت، هرنانديز، أربع خطوات يا هرنانديز، أربع خطوات يا هرنانديز، برافو حكمتنا دلال النسيم، قرار صحيح واضح الأربع خطوات، العريان ويهدي، عبد الرحمن العنزي لو عيدها لنا مخرجنا، لو عيدها لنا مخرجنا الأربع خطوات عشان للأمانة والمصداقية ولتثبيت الحالة. تعود نادي برقان، مصطفى إلى حسين كرم، هذا مصطفى والدخول، ويسجل أحمد مراد، يسجل أحمد مراد الهدف، يسجل أحمد مراد الهدف. هذا هرنانديز، شكرا مخرجنا، أوه لا 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 لا، برافو برافو، وشكرا، شكرا مصورينا، شكرا مخرجنا، شكرا العاملين في سيارة النقل. وصلت لك الحالة عزيزي المشاهد، وتأكدنا مثل أنا كنت متأكد، ولكن اللي يوصل لكم الصورة والشكل الصحيح من قرار الحكم دان نسيم صحيح 100%. هذا مو بس أربع، خمس خطوات، حاجة اليمين يسار يمين يسار، قرار صحيح. شكرا مرة أخرى مخرجنا،
يستعود عبد الله الخميس، ولكن الحلواتي يتصدى، الحلواتي يتصدى لتصويبة عبد الله الخميس، يتصدى تصويبة عبد الله الخميس، والفارق 5 أهداف، فرصة لتغليص الفارق عن طريق نادي برقان والعودة والاقتراب من النتيجة والعودة للقاء. حسين كرم والتمرير، هذا حسين إلى مصطفى بشير، إلى حسين كرم، أحمد مراد، تمريرات نادي برقان، يلعب 7 لاعبين في الهجوم، 2 على الدائرة، وحسين كرم، ويسجل حسين، يسجل حسين كرم، يسجل حسين كرم بالمهارة الفردية والاختراق والتسجيل. حلوة يا حسين، هدف جميل. 9 دقائق مضت على زمن الشوط الثاني من هذا اللقاء، 24 الكويت 20 برقان. قلص الفارق، قلص الفارق بعد ما كان مع بداية الشوط الثاني 7 أهداف الآن 4. هرنانديز، عبد الله الخميس، والحلواتي يتصدى، الحلواتي يتألق، الحلواتي يتعملق. عبد الله هذا الحارس قصير في القامة ولكن كبير بأدائه وإمكانياته. عبد الله الحلواتي في هذا اللقاء مقدم مستوى كبير. عبد الله الحلواتي تعود لبرقان، هل يعود ويخلص الفارق إلى 3 أهداف؟ مصطفى بشير إلى حسين كرم، حسين كرم تمرير الجناح تنقطع، فواز عبد الهادي، ان شاء الله اليوم وايد اخوان في البعض، فواز عبد الهادي بالكويت، فهد عبد الهادي في برقان، وسيف العدواني بالكويت، وحمود العدواني في برقان، وعبد الله الخميس يسجل، عبد الله الخميس يسجل الهدف رقم 25 لنادي الكويت. هذا عبد الله الخميس، شوف نزول بالدربل والارتقاء والتصويب بالزاويه البعيده على يمين عبد الله الحلواتي. تعود برقان الآن، حسين كرم، حسين إلى مصطفى بشير، إلى العريان، إلى حسين كرم، مصطفى بشير إلى حسين كرم، برقان يلعب ب7 يصوبها، يتصدى أبو عباس، تعود سريع المرمى الفاضي لكن تنقطع، يأخذها مصطفى بشير بطريقة جميلة، هو أحمد مراد، لكن هناك فاول، فاول لأحمد مراد، فاول لأحمد مراد، وبرقان يلعب بإمتي جول. أزرقنا بيرقنا أبطال الأزرق، قلوبنا كلها معاكم، وأويا الأزرق. بسم الله الرحمن الرحيم، رسالة إلى أخوان اللاعبين، إحنا منكم وفيكم ولكم، إن شاء الله ننتظركم في قادم جميل لكم ولنا ولكل الجماهير الكويتية. كلنا معاك يا الأزرق، صغيرنا وكبيرنا، أولنا وآخرنا، الكويت كلها وياكم، فوز فيها يا الأزرق، وهيدو يا الأزرق.
اهداف برقان جت له الفرصه مره ومرتين وثلاث وما سجلها. هل يسجل في هذه الهجمه؟ حسين كرم الى مصطفى، حسين كرم الى احمد مراد على الدخول، حسين عفوا مشاري سيوان بالدفاع، دلال النسيم اعتمدنا اليوم تحتسب الفاول، احمد مراد للجناح الصايغ يسجل حسين، يسجل حسين الصايغ ويقلص الفارق الى ثلاث اهداف. هذا حسين الصايغ، شوف اول دخول لحسين الصايغ يسجل منه هدف رقم 22 ويخلص الفارق الى ثلاث اهداف. الدفاع المتقدم ما زال 3-3 لنادي برقان، وهرنانديز تصويبه على الثبات ويسجل، يسجلها من الثبات هرنانديز، يسجل الهدف رقم 26 ويصعد بالفارق الى 4 اهداف. هذا هرنانديز تصويبه قويه مع الجري والحركه من غير ما يرتقي، سريعه استلمها خطوه خطوتين وصوب من الثبات، يك من دفاع تي الكره اقوى واسرع. تعود لبرقان الان، احمد مراد الى حسين كرم الى مصطفى بشير الى احمد مراد حول الدخول، خطأ هجومي على احمد مراد، خطأ هجومي تعود فاست بريك المرمى الفاضي فرانكيز ويسجل، يسجل فرانكيز، يسجل فرانكيز هدف توسيع الفارق الى 5 اهداف. الهدف رقم 27 هذا فرانكيز صوبها دايركت في المرمى وعالية من لا مما لا يدع مجالا لأي لاعب للوصول لها، اللي بينها طيارة تطير، يلا تصيدها ما شاء الله تبارك الله. تعود لبرقان، مصطفى بشير، أحمد مراد إلى حسين كرم إلى مصطفى، حول الدخول مصطفى لكن أبو عباس وإيقاف للوقت، فيها لمس للوجه، فيها لمس على وجه اللاعب، فيها ضرب، أتوقع راح يعودون للفار. سلامات يا مصطفى، يا مصطفى، يا مصطفى، سلامات يا مصطفى، وكرت أحمر، كرت أحمر، فيها ضرب على الوجه. العودة للفي بي اس للتأكد انها توصل للأزرق او لا، هي أحمر، أحمر هذا هو القرار، أحمر. ولكن فرانكيز يا والله قوية من هنا، ما تبين من هالزاوية، ما تبين، اوه والله فيها طقة، فيها طقة والله، توصل، توصل للأزرق، توصل للأزرق، توصل، توصل للأزرق، توصل. والقرار عند حكام اللقاء، ممكن انها توصل، احمر فرانكيز، ممكن انها توصل للازرق، ممكن انها تاخذ الكارت الاحمر، ورميت 7 امتار ما فيها كارت ازرق، لان راى الحكمان ان الحاله ما فيها تعمد، ما فيها تعمد، ومندفع لمس ايد فرانكيز المرفوعه للدفاع، ما كان الضرب متعمد، كارت احمر. محمد الصقر بالتنفيذ، حمد الصقر بالتنفيذ، ويسجل حمد الصقر، يسجل حمد الصقر، يسجل حمد الصقر الهدف رقم 23 ويصبح الفارق 4 اهداف. فرانكيز لاعب مهم يخرج بالكرت الاحمر، هل راح ياثر؟ اكيد راح ياثر، امر طبيعي، لاعب مميز، لكن الكويت عنده الدكة، الدكة عندهم شيء ثقيل، عندهم لاعبين وايد مميزين الكويت. عبد الله الخميس، خطأ لنادي الكويت، انتصفنا شوط عزيزي المشاهد، 15 دقيقة، 10 دقيقة 16، والفارق 4 اهداف، خطأ هجومي على عبد الله الخميس، والمرمى الفاضي من عبد الرحمن، وخارج المرمى يا عبد الرحمن العنزي، ليش الاستعجال؟ ليش الاستعجال؟ ولكن
لأن الاستعجال ضياع نفس هذه الكرات أمام نادي الكويت فرصة لا تعوض. نادي الكويت لا فريق يعني فريق كبير، قاعد نتكلم عن نادي الكويت ليس فقط على مستوى الدوري الكويتي، لا احنا قاعد نتكلم على المستوى العربي، على مستوى القاري الآسيوي، على مستوى فريق يلعب في سنتين متتاليتين في السوبر جلوب العالمي، فريق مميز. يعني في السنوات السنتين الأخيرين خذ على بطولة آسيا، خذ بطولة خليج، خذ بطولة عربية، أي بطولة ممكنة شارك فيها استطاع الفوز فيها، كتصنيف وكمستوى هو فريق كبير على مستوى القارة الآسيوية نادي الكويت لكرة اليد، ففرص تضيع سهلة، فرصة لا تعوض أمام نادي الكويت. حسين كرم وخاطئ أيضا، سيف العدواني قاعد أقول لك الفرصة لا تعوض، وهرنانديز يسجل هرنانديز، الفرصة لا تعوض يا برقان أمام هذا الفريق اللي هو نادي الكويت. هذا هرنانديز يسجل من الفاست بريك يرفع الفارق إلى 5 أهداف. هذا هرنانديز البرتغالي سجل الهدف. تعود الآن برقان، تمرير والتصويب مصطفى، لكن العارضة العارضة تحرم مصطفى بشير من الهدف. حسن أبو عباس إلى عبد الله الخميس، هذا الكويت يهدي مع الفارق 5 أهداف ويهدي اللعب. دفاع 3-3 من برقان المتقدم على نادي الكويت، وهذا عبد الله الخميس يا مشاري صيوان إلى عبد الله الخميس والدخول، فاول لنادي الكويت، تنفيذ مشاري. هذا حسين المسوي إلى سيف، سيفين على الدائرة من حسين، سيف العدواني تمرير الجناح تنقطع من حمد الصقر ويهدي جراح. للعلم والذكر فقط، هذا جراح خير الله يتواجد على بنج نادي الكويت اللاعب رقم 24 يعقوب هاشم حاجية، من لاعبين منتخب الناشئين ومنتخب الشباب، ولاعب نادي الكويت تحت 17 سنة، من لاعبين المميزين تم الزج فيه في هذا اللقاء، إن شاء الله نشوفه يشارك. يعقوب من اللاعبين المميزين على مركز الدائرة واللي راح يكون له مستقبل باهر إن شاء الله في المستقبل، في المستقبل القادم إن شاء الله على مستوى كرة اليد الكويتية، لاعب مميز للأمانة. يعقوب هاشم حاجية عود للقاء، هناك إيقاف للوقت، وقت مستقطع يطلبه المدير الفني لنادي برقان الكابتن سعيد حجازي لبرقان، بعد ما وصل الفارق إلى 3 أهداف كان هناك فرصة للوصول إلى فارق الهدفين، ولكن بإضاعة الكرات والأخطاء من نادي برقان عاد إلى اللقاء نادي الكويت وحكم قبضته وصعد بالفارق إلى 5 أهداف. وهذه بعض الأهداف واللقطات، أهداف لاعبي الفريقين سواء من برقان ونادي الكويت. هذا الهدف الجميل، يا سلام يا سلام. وانتهى الوقت المستقطع اللي طلبه نادي برقان من الكابتن سعيد حجازي ومساعده الكابتن خالد ملحم. بانتظار صافرة حكماتنا معالي العنزي ودلال النسيم، تعود حمد الصقر تمرين للجناح الصايغ، حسين الصايغ ومصطفى بشير بالبلوك، وتعود للصايغ والدخول، لكن ضايع يا الصايغ، زاوية ضيقة، من الزاوية الضيقة ما في مساحة يا حسين الصايغ،
يتصدى حسن بن عباس وتعود لنادي الكويت دفاع متقدم 3-3. خروج الثلاثي عبد الرحمن العنزي وفهد عبد الهادي وجراح خير الله. مقابلة الخط الخلفي عبد الله الخميس إلى الغربلي إلى سيف وسيف إلى عبد الله الغربلي تبريد دار مشاري ويسجل مشاري صيوان يسجل مشاري صيوان الهدف رقم 29 ويصعد بالفارق إلى 6 أهداف يصعد بالفارق إلى 6 أهداف. ترى الآن مع برقان برقان متأخر بالنتيجة تعود لبرقان أحمد عبد الهادي ومصطفى بشير من الثبات من الثبات جميلة من الثبات جميلة. شوف هذا مصطفى بشير شوف شو صوبها بطريقة جميلة وهو قادم من بالحركة من الخلف على طول يستلمها ويصوبها سريعة بمرمى الحارس حسن بو عباس. خطأ هجومي على عبد الله الخميس تعود الحلواجي لكن يقطعها فواز عبد الهادي يقطعها فواز عبد الهادي تعود عبد الله الخميس إلى سيف إلى عبد الله والتمرير عبد الله عبد الله غربلي إلى مشاري ويا الحلواجي يا الحلواجي يا الحلواجي يا الحلواجي بحسب لك السيف رقم 12 السيف رقم 12 حاسب لك الحلواتي وياك انا صده بصده الحلواتي يتألق تعود لبرقان دقيقة 22 من زمن الشوط الثاني عزيزي المشاهد والنتيجة 29 الكويت 24 برقان بفارق 5 أهداف فارق 5 أهداف تعود لبرقان حسين دفاع قوي دفاع قوي من الكويت تعود للجناح حمد الصقر ويسجل حمد يسجل حمد الصقر يسجل حمد الصقر الهدف رقم 25 والرابع شخصيا حمد الصقر دخل 5 كرات من الجناح سجل 4 أضع فقط كرة واحدة بنسبة 87%. تعود الآن الكويت والدفاع المتقدم 3-2-1 عبد الله الخميس إلى مشاري ويسجل مشاري صيوان يسجل مشاري صيوان هدف من الدائرة مع التمريرة جميلة من عبد الله الخميس عبد الله الخميس تمريره ولا اروع من شاري سوال المتمركز في المكان الصحيح اللي سجل الهدف رقم 30 الفارق اصبح الان 5 أهداف. حسين كرم احمد مراد الى حسين مصطفى بشير المحترف المصري والله يا مصطفى والله عملت كل شيء جميل ولكن النهايه خارج المرمى والله يعني بمهارة جميلة هوش له ودخل توقعها غلط مدافع نادي الكويت تعود نادي الكويت الدفاع المتقدم ما زال عبد الله الخميس إلى سيف العدواني للجناح حسين يسجل حسين الموسوي يسجل حسين الموسوي أول أهدافه في هذا اللقاء هذا سيف هذا حسين الموسوي أول أهداف الشخصية في هذا اللقاء وأول دخول له على المرمى حسين الموسوي يسجل الهدف رقم 31 تعود الآن مصطفى بشير أحمد مراد والتصويب لكن دفاع قوي من عبد الله الغربلي دفاع قوي من عبد الله الغربلي دفاع قوي من عبد الله خطأ لنادي
برقان فارق 6 أهداف. برقان الآن حسين كرم، أحمد مراد، لكن خطأ. دقيقة 25 عزيزي المشاهد، باقي 5 دقائق على نهاية زمن هذا اللقاء، والتقدم فارق 6 أهداف لنادي الكويت. كرم مع برقان، إشارة اللعب السلبي حسين كرم، لكن فاول 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 نادي برقان. حسين كرم والتصويبة خارج المرمى، تعلو المرمى يا حسين، تعلو المرمى بعيدة، وتعود لنادي الكويت اللي سيطر على مجريات الشوط الثاني. عبد الله الخميس، عبد الله الغربلي، عبد الله الخميس، سيف العدواني، وسيف قوي من احمد مراد على سيف العدواني. عبد الله الخميس نادي الكويت، سيف العدواني محاولة الدخول، عبد الله لكن خطأ خطأ، يجب تنفيذ الكرة من مكانها وأن يخرج لاعب الدائرة من 9 أمتار. عبد الله الخميس شارك اللعب السلبي إلى حسين الموسوي، ويسجل حسين بطريقة جميلة ومهارية. حسين الموسوي، شوف تمريرة عبد الله الخميس، والله ما يصير ما يصير ما يصير، عبد الله الخميس يقود الملعب من أي جهة، ما شاء الله تبارك الله. عبد الله الخميس خبرة وعقل وقيادة لخط الخلفي والأمامي لنادي الكويت بالتمرير والتسجيل وتنويع اللعب. تعود لنادي برقان الآن وصعد الفارق له 7 أهداف، وأحمد مراد ويتصدى حسن أبو عباس، برافو يا حسن، يتألق حسن أبو عباس. تعود لعبد الله الغربلي ويهدي نادي الكويت في آخر 3 دقائق، آخر 3 دقائق، تصويبة عبد الله الغربلي ويسجل عبد الله، يسجل عبد الله الغربلي، يسجل عبد الله الغربلي. شوف من الزاوية للزاوية اليمين من مسافة 11-12 متر، تعود نادي برقان قاعد نشوف اللاعب يعقوب هاشم قاعد يسخن، نتمنى انه ينزل. نشوف لاعبنا الناشئ، لاعب صغير بالسن ما شاء الله من مواليد 2006، نزل يعقوب هاشم، نزل يعقوب هاشم، تتعالى الصفقات له، تشجيع له، لاعب صغير ومميز، ان شاء الله يمدي ويستلم الكره ان شاء الله. تعود نادي الكويت، سيف العدواني الى عبد الله الخميس، عبد الله الخميس الى سيف، وسيف الى عبد الله، الى عبد الله الغربلي ويصوبها قويه عبد الله الغربلي ويسجل الهدف. ودقيقتين على يوسف ضايف، ودقيقتين على يوسف ضايف، والهدف والعوده للعقوبه. شوف لا يا يوسف، لا يا يوسف، شوف شلون مندفع عليه بطريقه فيها خشونه. دقيقتين فيها اندفاع وتهور خفيف، دقيقتين ما راح يكمل نادي برقان حتى نهاية اللقاء اللي فاضل منه 1.5 دقيقة. نادي برقان الآن حسين كرم، والفارق أصبح 8 أهداف. حسين كرم، هذا أحمد مراد إلى حمد الصقر، حمد الصقر إلى حسين كرم، فهد عبد الهادي، ووقت مستقطع يطلبها المدير الفني لنادي برقان الكابتن سعيد حجازي. في آخر 1:15 هذا الحكام لغاء اليوم إدارة موفقة يشكرون عليها حكاماتنا الدولية.
تحديات حراس المرمى اليوم قدموا الأمانة مباراة كبيرة، خاصة الحارس عبد الله الحلواشي. وانتهى الوقت المستقطع، آخر دقيقة و15 ثانية نهاية زمن اللقاء. تنطلق صافرة معالي العنزي لما تبقى من زمن الشوط، مباراة خاصة. والتصويب حسين كرم، يسجل حسين، يسجل حسين كرم الهدف رقم 27. هذا هدف حسين كرم إلى يعقوب. يعقوب يا سلام يا سلام، والله بخاطري وما خليتهم بخاطري. برافو يا يعقوب، والله بصفق له، بصفق له هالمرة، بصفق له. برافو يا يعقوب. هاشم يسجل، شوف الاستلام، يعقوب هاشم يسجل الهدف من على الدائرة، أيضا من منو؟ من المايسترو عبد الله الخميس. هذا يعقوب، يعقوب هاشم الصغير الجميل يسجل الهدف وختام هذا اللقاء، وختامية هذا اللقاء من هدف هذا الجميل اللاعب الصغير الرائع يعقوب هاشم. قلت لك الختام، الختام وها مسك عندك يا يعقوب هاشم اللي سجل الهدف في آخر وختام هذا اللقاء. انتهى اللقاء عزيزي المشاهد بفوز نادي الكويت على نادي برقان بنتيجة 35-27 بفارق 8 أهداف. مبروك الكويت، هارد لك برقان. أعزائي المشاهدين، الآن أرجع معاكم إلى السيد التحليلي مع الزميل عبد الله حسين وضيوفه الكرام الكابتن عباس طاها والكابتن وليد عايش، وكل أمل أن ألتقي معكم في لقاءات قادمة إن شاء الله. وتقبلوا تحياتي، كان معكم محمد يوسف مدو، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل زميلي عبد الحسين لك المايك. شكرا محمد دوش، شكرا بيوسف. إذن الكويت 35 برقان 27 بفارق 8 أهداف، الكويت يتغلب على برقان. قلت لك الكويت وهارد لك لبرقان. الكويت إلى 8 نقاط بعد هالفوز، برقان على رصيد السابق 3 نقاط. أول لقطة بنشوفها معكم هي لقطة واحدة، لقطة طرد طبعا الفرانكيس. هذه اللقطة كباتن اللي تم على أساسها الكرت الأحمر. بعد شوي تبين، نكمل الحين، الحين تبين اوضح. يمكن شوف الايد، ايد فرانكيس من تحت الى فوق على الوجه. صحيح، واضح. احنا لابد ايضا نشيد الامانه قبل لا تشيد. ادري بتشيد بالحكمات، نعم، بس انا عندي سؤال. يمكن ابو بشار يمكن يعطيكم العافيه شباب. هذه اللقطه شفنا الكرت الاحمر، معالي العنزي سيده طلعت الكرت الاحمر بعدين راحت حق الفار. انا اقول لك ليش، يعني هني صار لبس انه
تروح حق الفار اول شيء تشوف اللقطه بعدين تاخذ الكرت، لكن اتخذ القرار واذا كانت الاقرب وكان قرار صحيح، ولكن اعتراض اللاعبين من نادي الكويت على القرار اللي اذا حبت تتاكد من قراره راح اتاكد، بس للامانه لازم لابد ان احنا نشيل الحكمات على المستوى، ولكن قرار صحيح يعني يستحق الطرد فرانكيس. دخل على الوجه لا طرد قرار صحيح. اذا قرار الحكمات معالي العنزي وايضا دلال نسيب قرار صحيح، و يعني ادار المباراه بشكل جيد مثل ما تفضل عبد الله. عموما يعني استمر الكويت بفارق عبد الله 8 اهداف، ويمكن نفس هو الشوط الاول انتهى ب7، والشوط يعني الشوط الثاني كان تقريبا تعادل فرق واحد. طبعا احنا قلنا بين الشوطين استمراريه في المستوى في العطاء وعدم الاستهتار في هذه المباراه. بالفعل هذا الكويت ادى المباراه، وايضا مثل ما تفضل اخوي ابو مشاري باقل يعني الاخطاء انه باريحيه يقسم هذه المباراه، ولكن برقان حاول ان يرجع في المباراه، لكن المجهود اللي وقع على حسين يمكن كان هو الابرز في نادي برقان، تحمل يعني مسؤوليه المباراه هذا اليوم، ولكن المجهود اللي عليه قد يمكن بعض التصويبات ما كانت موفقه من عنده، ولكن بالفعل كان رقم واحد بالنسبه لبرقان اليوم. ابو مشاري الفريقين سيروا المباراه وخذوا شنو يبون بالضبط، يعني خذوها بأكاليها. اذكر نتائج مباراتي اليوم، الاولى سلابيخات تغلب على خيطان فارق هدف 1-29-28، والمباراه الثانيه الكويت 35-27 بولغان. باكر ان شاء الله عندنا مباراتين لقرين والسالميه الاولى الساعه 8، مباراه مهمه ايضا، والعربي وكاظمه الساعه 10. هذه مباريات الغد. وصلنا معكم للختام كباتن، شكرا لك كابتن وليد ابو عبد الله يعطيك العافيه. شكرا لك موصول اخوي ابو مشاري والاخوان العاملين معنا في السيد التحليل. شكرا شكرا لك. شكرا لك اخوي عبد الله. ابو مشاري يعطيك العافيه. اذا مشاهدينا وصلنا معكم للختام، وعدنا باتن شكرا خير، مع السلامه.